على كل حال الحمد لله على من الله الحمد لله والشكر لله. لما بدوا قصف المنطقة وحرقوها حرق، أبدوها إبادة، لا ظل بيت ولا ظل جامع ولا ظل مؤسسة ولا ظل حماية. شردنا بوعينا بولادنا وطلعنا وجينا على خان يونس زي ما انتم شايفين، شردنا زي ما احنا أطفال مشرد هاي في الشوارع، هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاثة وأربعة جوا كلهم مليانين في الضوء، كلهم هذول مليانين في الشوارع، هذول الأولاد صغار لا أكل ولا شرب ولا مأوى ولا أي حاجة، حتى حماية دولية في الشيء، حقوق الإنسان في الشيء. كل دورهم راحوا، أنا داري وقعت علي، والله كنت يا وردة علي وردة الدار استشهدت، عمرها ما أذت بني آدم، هيا سيبتني ولدين هيهم جرحى زي زيهم أنا وياهم، طلعونا من تحت الأنقاض ربنا نجانا، يعني إحنا إيش ذنبنا؟ داري هالت علي ودار بناتي هالت اللي محلتهم الشكل يا ويلي عليهم، وجينا هنا عايشين بخيام وعايشين بذل، ولا في مية ولا في أكل ولا في إشي. هدموا بيوتنا وطردونا من بيوتنا وطردونا من أماكننا، أولادنا صغار، طلع إحنا كيف عايشين على الرمل وعلى الوسخ، أو الأطفال أمراض، المية بالعافية بنلاقيها لما نشرب، اللقمة بالعافية بنلاقيها لما نشرب. أنا ابني كعين عندي ولد صغير هيو سنة ونص عمره، لا لقيت له حليب ولا لقيت له إشي أعطيه،